الكرة من صفوف الهلال، من صفوف عفوا دفاع الهلال، ولكن يعني كانت سرعة من حيدر العامر حقيقة في تنفيذ الرمية الجانبية، وهذا كان سر ومفتاح الفوز أو مفتاح الهدف. بداية شوط المباراة الثاني، سيكون الهلال على يمين الشاشة بالأزرق الكامل وبالأرقام البيضاء، بينما فريق نادي هجر على يسار الشاشة بالأبيض الكامل وبالأرقام السوداء. شوط المباراة الأول انتهى بتعادل الفريقين بهدف لكل منهما، سجل محمد الخميس في الدقيقة السابعة من زمن شوط المباراة الأول، بينما تعادل للهلال عبد العزيز الدوسري في الدقيقة 35. تشكيلة الفريقين، هناك تغيير واحد في اللقاء وهو جاء للصالح أو للمدرب السيد باتريسيو مدرب فريق نادي هجر، وهو جاء بإبعاد اللاعب حيدر العامر وإدخال اللاعب محمد مجرشي في صفوف فريق نادي هجر. إذن التشكيلة بالنسبة للهلال: حسن العتيبي في حراسة المرمى، والكرة أمامية طويلة ناحية يوب يونغ سو، ولكن الكرة أيضا مع خروج موفق لحارس المرمى مصطفى مالك. حسن العتيبي في حراسة المرمى، سلطان البيشي في خط الدفاع بجانبه أسامة هوساوي، ماجد المرشدي وسلمان الفرج، خط المنتصف محمد الشلهوب عادل هرماش، مع وجود نواف العابد وعبد العز الدوسري، وفي الهجوم يوب يونغ سو ويوسف العربي. هذه تشكيلة الألماني توماس دول مدرب فريق نادي الهلال، بينما البرازيلي باتريسيو في تشكيلته بالنسبة لهجر. كرة طويلة في الأمام والمحاولة للتسديد، خلصها على طول سلطان البيشي، محاولة للتسديد جاءت من عواد العنزي، خلصها سلطان البيشي في وجود صافرة وخطأ، خطأ لصالح عواد العنزي، خطأ لعواد العنزي. هجر في خط في حراسة المرمى مصطفى ملايكة، خط الدفاع محمد عبد الله وعبد الله بوهميل، حسين الشويش، ودخول محمد مجرشي. خط المنتصف محمد الخميس، يوسف الموانع، حازم جودة، وبندر العنزي. كرة عالية ولكنها سهلة لحارس المرمى حسن العتيب. في هجوم هجر، خالد الرجيب وعواد العنزي، والمدرب هو باتريس. كرة من يوسف العربي، اللي اعتقد انه مطالب بالتحرك اكثر وليس الارتماء في احضان دفاع فريق نادي هجر. كرة في الخلف، ماجد المرشدي، كرة للهلال لأسامة هوساوي، عطية الكرة إلى عادل هرماش، عبد العزيز الدوسري، استلام من يوب يونغ سو، تحركات يوب يونغ سو، أسامة هوساوي، أسامة إلى نواف العابد، نواف كرة خلفية إلى محمد الشلهوب، الشلهوب لعبد العزيز، الثلاثي الخطر ومفتاح هجمات فريق نادي الهلال في خط المنتصف، محمد الشلهوب، نواف العابد، عبد العزيز الدوسري. هذا عادل هرماش يسلم كرة إلى عبد العزيز، كرة إلى نواف، الثلاثي فعلا يحاول ويقدم كرة ممتازة إلى يوب يونغ سو، يحاول لعب الكرة عرضية بعيدة وإلى خارج أرض الملعب، ووقع يوب يونغ سو في يعني زحلقة كده كانت خفيفة من يوب يونغ سو في اللقطة الماضية. كرة إلى ركلة مرمى مصطفى ملايكة مع التنفيذ، صافرة وخطأ، ركلة حرة مباشرة لصالح هاجر. كرة في منتصف الملعب، رأسية هرماش مع حازم جودة، عبد الله بوهميل مع التنفيذ، كرة عالية، كرة في الناحية اليسرى وتتخلص عالية هلالية، وحسن العتيبي يخرج هنا في وجود صافرة وخطأ، خطأ لصالح حسن العتيبي، خطأ للهلال. نفذ كرة سريعة، عبد العزيز الدوسري، نواف العابد، يوسف العربي،
كرة في الخلف على الدائرة ملعوبة من عادل هرباش للناحية اليسرى، سلمان الفرج يحاول يتقدم ملعوبة لسلمان، ممتاز الكرة بالتبرير من عبد العزيز الدوسري لكنها مقطوعة من عبد الله بوهميل، عبد الله بوهميل إلى حازم جودت، حازم جودت إلى عبد الله بوهميل مرة أخرى مع سلمان الفرج، لا وجود لخطأ، ملعوبة الكرة هلالية، نواف العابد لعبد العزيز، عبد العزيز كرة في منتصف الملعب، يعيد كرة خلفية إلى أسامة هوساوي، هوساوي بالتبرير لعادل هرباش، عادل يحاول بكرة على الدائرة ممتازة بالتبرير كرة إلى يوب يونغ سو، سو يحاول بالاستلام لكن الكرة تتخلص من أحمد عبد الله، ملعوبة الكرة عالية أيضا، ما تزال كرة إلى يوب يونغ سو، يسدد يسدد كرة إلى خارج أرض الملعب وإلى ركلة مرمى، ركلة مرمى لصالح حجر، وخمس دقائق تمر الآن من زمن شوط المباراة الأول. شوط المباراة الثاني خمس دقائق تمر منه والنتيجة كما كان الشوط الأول، نتيجة متعادلة بهدف لهدف بين الهلال وهجر. هذه المباراة هي المباراة كما ذكرت المباراة رقم 96 في ترتيب مباريات دوري زين السعودي للمحترفين لهذا الموسم، والمباراة السادسة في الأسبوع الرابع عشر، هناك لقاء التعاون والاتحاد ليقام في نفس الموعد، كرة ملعوبة في الأمام لصالح خالد الرجيب الموجود في موقف تسلل وركلة حرة غير مباشرة. هذه عادة تمرير الأمامية متقدم على آخر ثاني مدافع، كرة من ماجد المرشدي سلطان البيشي، تمريرة تتخلص، تعود أمامية من محمد مجرشي، كرة لصالح الهلال أسامة، أسامة هوساوي كرة في الناحية اليسرى، يوسف الموينع، يوسف أو سلمان الفرج، يوسف الموينع يحاول قطع هذه الكرة لا ينجح، تعود الكرة مرتدة، خالد الرجيب، خالد يلعب كرة عرضية الأمام لمحمد الخميس تطول، التغيير عموما كان بخروج بندر العنزي ودخول محمد مجرشي وليس خروج العامر، حيدر العامر الظهير الأيسر موجود في أرض الملعب. التعاون يتقدم على الاتحاد بهدف مقابل لا شيء. في اللقاء الثاني اللي يقام هذا اليوم بالإضافة لهذا اللقاء طبعا، اللقاء اللي يلعب في مدينة الملك عبد الله بن عبد العزيز الرياضية في بريدة. كرة لصالح الهلال. سلطان البيشي. صافرة وخطأ ركلة حرة مباشرة. عرضية الكرة ناحية سلمان الفرج تتخلص، تعود هلالية. يعني هي نفس الأحداث اللي حاصلة في شوط المباراة الثاني هي اللي كانت حاصلة في شوط المباراة الأول. استحواذ أكثر للاعبي الهلال على الكرة. الاستحواذ في 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 المناطق الخلفية، خط المنتصف الثلاثي محمد الشلهوب، عبد العزيز الدوسري ونواف العابد، هم يصنعوا الحركة في خط المنتصف، ولكن في الأمام يوسف العربي بعيد غير متواجد، يوب يونغ سو أيضا غير متواجد وبعيد، لكن هنا الهجمة لصالح الهلال، نواف العابد يحاول في وجود صاحب الخطأ، خطأ وركلة حرة مباشرة. إعادة الكرة، اللقطة المشتركة بين حسين الشويش ونواف العابد وركلة حرة مباشرة. عادل هرباش. ركلة
نقلة حرة مباشرة للاعبين اتحاد صد البشري. عادل الكرة عالية والكرة إلى يوسف العربي في الناحية البعيدة هناك، لكنها إلى خارج أرض الملعب. الكرة بتوصل سريعة وإلى خارج أرض الملعب إلى ركلة مرمى. مصطفى ملايكة يحاول الاستفادة من يعني 10 ثواني على 10 ثواني على 5 ثواني، يعني الامتصاص لحماس لاعبي فريق نادي الهلال، المحافظة على النتيجة، الخروج بنتيجة إيجابية من الرياض لهجر صاحب المركز 11 ب 12 نقطة شيء مهم. عموما 10 دقائق تمر من زمن شوط المباراة الثاني، والكرة ملعوبة لمحمد الخميس الموجود في موقف تسلل. محمد الخميس في موقف تسلل، وحكم اللقاء يطلب من محمد الخميس عدم لعب الكرة أو اللعب مع صافرة، خلاص الصافرة هي تكفي. حكم اللقاء السيد شكري الحنفوش، حكم الدرجة الثانية طبعا الحكم المساعد الأول السيد عبد العزيز الأسمري، حكم الدولي، حكم الساعد الثاني السيد محمد العبكري، حكم درجة ثانية، والحكم الرابع في مباراة اليوم السيد محمد القرني حكم درجة ثانية، ويقيم الحكام الحكم الدولي السابق ورئيس حكم المملكة العربية السعودية الأستاذ عمر المهنة. يراقب المباراة الأستاذ هاني البصير. كرة ملعوبة في الناحية اليمنى، خالد الرجيب يلعب كرة باتجاه المرمى مباشرة لكنها في الشبك الجانبي وتخرج إلى ركلة مرمى. رفض ركلة المرمى سريعة من حسن العتيبي. أسامة هوساوي كرة في الناحية اليمنى، سلطان البيشي يأتي بالتمرير، محاولة نواف العابد، يحاول نواف لكن الكرة مقطوعة، حازم جودة تعود الكرة مرتدة والهجمة لصالح هجر في الناحية اليسرى، محاولة اللعب الكرة، الكرة مقطوعة تعود لصالح الهلال. محمد الشلبوف ما زال يحتفظ بالكرة، ياخذ الكرة بشكل جميل، الشلبوف من بعيد يسدد باليمنى، الكرة في المكان اللي يقف فيه ايضا حارس المرمى مصطفى ملايكة. مصطفى كرة طويلة، حازم جودة كرة رأسية إلى خالد الرجيب، تصل لسلمان الفرج، سلمان كرة إلى يوسف العربي، العربي يعود إلى يعني منتصف الملعب تماما لاستلام الكرات الهلالية أو لمحاولة صناعة الهجمات الهلالية أو لمحاولة سحب عبد الله بهميل المراقب ليوسف العربي بشكل كبير. نواف العابد إلى عادل هرماش، كرة لصالح الهلال في العمق، يوب يونغسو إلى نواف إلى التسديدة من طريق محمد الشرهوب، والتسديدة إلى حارس المرمى مصطفى ملاي. خالد رجيب كرة تخرج إلى خارج أرض الملعب وإلى رمية جانبية. على الكرة من خالد رجيب وتعود الهجمة مرتدة لصالح حجر، ملعوبة لخالد رجيب والتسديدة إلى خارج أرض الملعب، تسديدة على تمريرة ممتازة من عواد العنزي، والتسديدة إلى خارج أرض الملعب. الارتباك في الدفاع الهلالي أيضا واضح في اللقطة الماضية. كرة ممررة خاطئة، محمد الخميس من بعيد ولكن سألها هذه المرة إلى حسن العتيبي حارس مرمى الهلال. حسن كرة في التمرير إلى سلمان الفرج، عبد العزيز الدوسري كرة إلى نواف العابد، شلهوب كرة في المنتصف، نقل الكرة من الناحية اليسرى للناحية اليمنى يحتاج إلى 4 تمريرات هلالية. كرة تعاد خلفية أسامة حوساوي، كرة إلى محمد الشلهوب، هجر. المباراة الماضية خسر أمام الاتحاد في جدة ب7 أهداف مقابل لا شيء، قبل فاز على القدسية بهدف مقابل لا شيء وتعادل مع نجران بهدف الهدف، لكنه سبق أن خسر من الشباب في الجولة 10 ب6 أهداف مقابل هدف واحد.
كرة طويلة في الأمام خالد الرجيب، تصل لمحمد الخميس، إلى خالد الرجيب لمحمد الخميس مرة أخرى، لكن يسبق أيضا سلمان الفرج في وجود صافرة، وخطأ لصالح الهلال، خطأ لصالح الهلال، وركلة حرة مباشرة ملعوبة لصالح الهلال سريعة. أسامة هوساوي، أسامة يتحرك مع اللقطات الماضية ومع الأخطاء الماضية. توماس دول، وهنا كرة أمامية، مصطفى ملايكة في وجود أيضا صافرة وخطأ، خطأ الكرة الانفرادية اللي كانت من يوب يونغ سو، كرة انفرادية من يوب يونغ سو، وحكم اللقاء احتسب خطأ لصالح، خطأ بالفعل. سلامات سلامات، واضح الكرة والكرة المشتركة، هنا إعادة، واه بالفعل كمان، يعني لقطة لم تكن متعمدة لكن الدخول كان يعني بفدائية كبيرة من مصطفى ملايكة. يوب يونغ سو حاول الحصول على الكرة بالشكل الأكبر، هنا بطاقة صفراء، بطاقة صفراء يبدو للاعتراض على أحد لاعبي فريق نادي هجر، هذه عادة، ويعني كان مصطفى ملايكة أسبق للكرة، والدخول كان عنيف. حيدر العامر تحصل على بطاقة صفراء، بطاقة الصفراء الأولى في اللقاء على أحد لاعبي الفريقين. عموما توماس دول بعد العروض اللي حاصلة أيضا ليومبيو يتحصل على بطاقة صفراء. نلعب في الدقيقة 16 من زمن شوط المباراة الثاني. توماس دول يبحث عن تغيير الآن، ادخال احمد الفريدي. مصطفى ملايكة حقيقة يعني عبد العزيز الاسمري يشير الى وجود التغيير هنا، التسلل ايضا اللي احتسبه عبد العزيز الاسمري، التسلل الدقيق اللي احتسبه عبد العزيز الاسمري، حكم الدولي السعودي، حكم المساعد الدولي، والحكم المساعد الاول في اللقاء اليوم الدولي السعودي عبد العزيز الاسمري. نلعب في الدقيقه 17، نتيجه متعادله بهدف لهدف بين الهلال وهجر في بريده، هناك التعاون يتقدم على الاتحاد بهدفين مقابل لا شيء، التعاون يتقدم على الاتحاد بهدفين مقابل لا شيء، والحارس الاحتياطي طارق او مصطفى العباد، مصطفى العباد يجري عمليات الاحماء لعله يكون ايضا بديلا لمصطفى ملايكة. مصطفى يعني الدخول كان عنيف في الكره المشتركه بين مصطفى ملايكة وبين يوب يونغ سو. مصطفى ملايكة هذه اول مباراه يلعبها مع فريق هجر في هذا الموسم، وادونالدو باتريسيو المدرب لعله ينتظر ايضا قرار الطاقم الطبي الموجود معاه. مصطفى ملايكة يعني اكيد طبيب النادي او اخصائي العلاج الطبيعي يعني يتاكد من سلامه اللاعب مصطفى ملايكة وسلامة المتواجدين في أرض الملعب. توماس دول ينتظر، المباراة تتوقف الآن لدقيقة أو دقيقتين. توماس دول أجرى التغيير، الألتراس الهلالي يعمل ويتابع مجموعة في مدرجات الدرجة الثانية، تتابع ما يحدث في أرض الملعب بالتشجيع وبالهتاف لصالح الهلال. مصطفى ملايكة يقف مع زملائه في استكمال لشوط المباراة الثاني. طبعا شاهدنا الجرح السطحي اللي كان على مصطفى ملايكة، سلامات لمصطفى، دخول كان يعني فدائية كبيرة، وهنا أيضا التشجيع مع زملاء، كان الخروج، قرار الخروج أيضا
كان في وقت مهم، لكن الدخول كان عنيف والتداخل عموما بين يو بيونغ سو وبين مصطفى ملايكة كان عنيف. والبطاقة الصفراء ركلة حرة مباشرة. طبعا كسب الوقت وإحساس لاعبي هجر بأن المباراة والتعادل في صالحهم والحصول أمام الهلال على هذه النقطة شيء مهم، بالإضافة إلى أنهم يقدموا مباراة فنيا لأودنالدو باتريسيو بعد النتائج الكبيرة خاصة من فرق المقدمة، يعني من الشباب 6 أهداف مقابل هدف واحد، من الاتحاد 7 أهداف مقابل لا شيء. حتى الآن بعد 20 دقيقة من زمن شوط المباراة الثاني، التواجد اللقاء بين الهلال وهجر بالنتيجة المتعادلة بهدف لكلا الفريقين بلا شك انه يعتبر نتيجة مميزة بالنسبة لهجر. عموما يعني الاحتياط بالنسبة للهلال خالد شراحيلي، عبد الطيب الغنام، شاف الدوسري، احمد الفريدي، حسن خيرات، فهد السبيعي، وسالم الدوسري، بينما بالنسبة لهجر مصطفى العباد، عبد الله اليوسف، طلال الزهراني، محمد مجدشي، فهد الهارون، كامل مؤدن، ومبارك الخضري، واحمد الفريدي طبعا في ارض الملعب بديلا لنواف العابد. بينما في فريق نادي هجر مع بدايه شوط المباراه الثاني كان التغيير بدخول اللاعب محمد مجرشي بديلا لبندر العليزي. رميه جانبيه لهجر، طويله كره في الامام من حيدر العامر لحيه خالد الرجيب، تخلص من اسامه هوساوي وتعود تصل الى ماجد المرشدي. عادل هرباش، عبد العزيز الدوسري، محمد الشلهوب، يو بيونغ سو، كرته تتخلص تصل الشلهوب، يحاول يسدد كره الى خارج ارض الملعب والى ركله مرمى. طبعا يعني عموما عندما اجري التغيير دخول احمد الفريدي كان هناك اصابه طلال، اصابه مصطفى ملايكه، لكن ما شاهدته من بعض الجمهور هنا عدم رضا عن التغيير، ويعني نواف العابد برضه متحرك ويشارك بفعالية، واعتقد انه يعني يوسف العربي او يو بيونغ سو، وخاصة يوسف العربي، هم اكثر اللاعبين الذين لم يؤدوا مع الهلال في مباراة اليوم حتى الان. هذا طبعا بحسب رأي الجمهور، حسب ما شاهدت امامي وانا في نقطة عليا هنا من الملعب واشاهد ردود الافعال على الجمهور. كرة من اسامة حوساوي، عادل هرماش في المنتصف تماما، مر كرة قصيرة إلى محمد الشلهوب، شلهوب عرضية، عبد العزيز الدوسري، كرة إلى ماجد المرشدي، يبحث العربي عن الكرة الطويلة، طويلة ليوسف العربي، حصلها على أطراف هناك على الطرف اليمين بالتحديد، يعيد كرة إلى سلطان البيشي، سلطان كرة عرضية ملعوبة، محاولة للمرور، عود مرة أخرى لمحمد الشلهوب، التمريرة إلى عادل هرماش، عادل كرة إلى سلمان الفرج، سلمان بيحاول لكن تدخل من عبد الله بورمير، والكرة تخرج إلى خارج أرض الملعب إلى رمية جانبية. نفذ الرمية الجانبية. عيسى المحياني، الزوري يغيب عن التشكيلة الهلالية اليوم. نفذ كرة مباشرة، محاولة لصالح الهلال من الناحية اليمنى، كرة تتخلص تخرج إلى خارج أرض الملعب. إيمانة كمان لا يتواجد في المباراة، وكانت الأعذار بأن إيمانة متابع الكرة العرضية الهلالية. يوسف العربي، جول، هدف في الدقيقة 24، يوسف العربي مع أول كرة يستلمها صح، يحط الكرة بالراس صح، وتقدم من مصطفى ملايكة، والكرة فوق حارس المرمى، هدف هلالي ثاني، هدف هلالي ثاني في الدقيقة 24، يوسف العربي، وهدف تاسع للعربي
في هذا الدوري في دوري زين السعودي المحترفين. نتابع كرة سلمان فرج العرضية باليمنى ويوسف يضع كرة في الزاوية العليا اليمنى لحارس المرمى مصطفى ملايكة وهدف ثاني للهلال. ويوسف العربي يوسف العربي وكأنه يرد على المشجع البسيط اللي يتواجد أمام المشجع الهلالي الذي كان لا يريد أن يدخل أحمد الفريدي ويخرج نواف العابد نتيجة لمهارات نواف ولمقدرة نواف ولسرعة نواف، ولكن يوسف العربي عندما تأتي له الكرة بالشكل السليم هذا ما حدث في الكرة الماضية يضع كرة مباشرة في مرمى هجر ويضع كرة بشكل جميل أيضا في مرمى هجر هدف ثاني للهلال في الدقيقة 24 من زمن شوط المباراة الثاني. يتقدم الهلال نفس نتيجة الذهاب بنفس طريقة الذهاب، في البداية يسجل هجر الهلال يتعادل ثم يسجل، هنا في هذه المباراة سجل هجر في البداية تعادل الهلال وسجل الهدف الثاني والكرة في الأمام أيضا إلى يوسف العربي، لكن أيضا وجود راية وتسلل وركلة حرة غير مباشرة لصالح هجر. إعادة أيضا لاعب مميز في الكرات الرأسية، مميز ليس فقط في التسجيل فهو يعني ممكن يعد ويصلح الكرات بالرأس، هذا ما لم يحدث في الاستفادة من قدرة هذا اللاعب في هذه المباراة حتى الآن إلا بكرة الهدف الثاني اللي كان للهلال. أسامة حوساوي يعني لما ينتهي الدور الأول نتابع كرة عبد العزيز الدوسري بالتمرير إلى سلمان الفرج، سلمان له دور كبير في المباراة اليوم، هنا العرضية عالية يوب يوكسو إعداد محاولة داخل منطقة الجزاء العربي لكن تتخلص من الدفاع، كرة تعود أمامية لخالد الرجيب لصالح حجر لكنها بعيدة. لما ينتهي نص الدوري عادة يسمى في 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 الخارج في الدوريات الأوروبية يسمى بطل الشتاء، الشباب كان بطل الشتاء لأنه انتهى الأسبوع 13 مع المؤجلات اللي كانت في الأسبوع السابع، والشباب متصدر قائمة دوري زين السعودي للمحترفين كرة في الأمام، لكن بدأ الدور الثاني من المسابقة والأسبوع 14 الشباب يتعثر بالتعادل أمام الفيصلي. الهلال هنا يسجل حتى الآن هدفين في مرمى الرائد في مرمى هجر عفوا ويتقدم، وهذه النتيجة إذا ما استمرت سيكون الهلال مع بداية الأسبوع 15 متصدرا لدوري زين السعودي للمحترفين لأول مرة ليش؟ لأنه يعني كده من الأسابيع من الأول إلى 14 الاتحاد والشباب والأهلي ثم الشباب ثم الاتفاق في الخامس، الشباب لثلاثة أسابيع متتالية السادس والسابع والثامن، الاتفاق كان في التاسع ثم في العاشر والحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر وبداية 14 الشباب كان متصدرا، الهلال في طريقه للتصدر إذا ما استمر في الانتصار إذا ما استمر في حصد الثلاث نقاط سواء بهذه النتيجة أو بغيرها. هنا محاولة من الناحية اليمنى والعرضية عليا تصطدم في القائم وتعود للعربي والتسديدة إلى خارج أرض الملعب إلى ركلة ركنية الكرة العرضية كانت من أحمد الفريدي، كرات الذكاء الداعم والذكاء المتوقد من أحمد الفريدي. نتابع المرور وشوفوا حاول وضع الكرة إسقاط في مرمى مصطفى ملايكة، كرة تصطدم في عارضة المرمى تعود ليوسف العربي اللي يمر ويسدد لكن الكرة تخرج من الدفاع إلى خارج أرض الملعب. إعادة كرة العربي، هناك مطالبة هلالية بوجود لمسة يد ولمسة اليد كما تظهر في هذه اللقطة يعني كأنها موجودة. نتابع مرة أخرى لكرة العربي، لمسة اليد موجودة كانت على محمد عبد الله، الزاوية غير واضحة للحكم يعني موقع الحكم كمان ما كان ظاهر بالنسبة لي تماما. عموما الكرة خرجت إلى ركلة ركنية تنفذ الركنية أحمد الفريدي، ملعوبة الكرة عالية للقائم البعيد تخلص رأسية عد مرتدة لهجر لكنها سهلة تصل لسلطان البيشي، ملعوبة أحمد الفريدي حاول يمر
المهارة العالية. حكم اللقاء كان قريب من هذه اللقطة، كرة تخرج إلى خارج أرض الملعب إلى رمية جانبية. خالد بن رجيب هو اللي كان عائد في اللقطة. نفذ الرمية الجانبية لصالح حجر، لعب الكرة في الخلف. عبد الله أبو خليل. 8 تصويبات على المرمى لصالح الهلال بينما 4 لصالح حجر. محمد مجرش، عرضية الكرة إلى حيدر العامر. حيدر في التمرير إلى حازم جودت المحترف الأردني في صفوف فريق نادي هجر، وخطأ لصالح هجر. نفذ كرة عالية سهلة تتخلص بالرأس من ماجد المرشدي، تعود لصالح حجر، مقطوعة تصل إلى أحمد الفريدي. نصف ساعة أيها الأعزاء مرت من زمن شوط المباراة الثاني. الهلال يبدأ الدور الثاني من دوري زين السعودي للمحترفين وهو متقدم بعد نصف ساعة من شوط المباراة الثاني بهدفين مقابل هدف واحد، بالرغم من تقدم هجر في هذه المباراة مع الدقيقة 7 بهدف مقابل لا شيء، لكن التعادل أحرز عن طريق عبد العزيز الدوسري لشوط المباراة الأول في الدقيقة 35، ويوسف العربي يتحرك ويظهر اسمه بهدف 9 في دوري زين السعودي للمحترفين وبهدف ثاني في هذه المباراة لصالح الهلال عن طريق يوسف العربي في الدقيقة 24 من زمن شوط المباراة الثاني. كرة تتخلص من خالد الرجيب، تصل لمحمد الشلهوب، عرضية إلى عادل هرماش. عادل بالتمرير ناحية سلمان الفرج، سلمان يمر بشكل ممتاز، الكرة تخرج إلى خارج أرض الملعب، رمية جانبية. نفذ الرمية الجانبية عبد الله أبو هميل إلى يوسف الموينع. حازم جودت بالكعب، يوسف الموينع بوجود صافرة. الكرة خرجت إلى خارج أرض الملعب، رمية جانبية لصالح الهلال. خطأ لصالح أحمد الفريدي. كرة في العمق للعربي، تصل للناحية اليسرى لسلمان الفرج. هرماش، كرة إلى أحمد الفريدي. أحمد يلعب كرة في العمق، ملعوبة إلى أيوب يقسو. كرة تتخلص من محمد عبد الله. لاعب خط الدفاع في فريق هجر، ملعوبة لصالح هجر. أمامية لخالد الرجيب، خالد يلعب كرة في الأمام، أسامة هوساوي خلص الكرة إلى خارج أرض الملعب إلى رمية جانبية. نفذ الرمية الجانبية، كرة عالية داخل منطقة الجزاء، محاولة للتعديل ولكن تصل سهلة إلى حارس المرمى حسن العتيبي حارس مرمى الهلال. عبد العزيز الدوسري، كرة إلى أحمد الفريدي. أحمد للناحية اليمنى يتواجد فيها الشلهوب، ملعوبة من الشلهوب. يوب يونغ سو يتقدم لصالح الهلال. يوب يونغ سو يحاول بالعرضية إلى العربي. العربي هدف ثالث، العربي والهدف الثالث في الدقيقة 33. يوسف العربي يظهر للمرة الثانية، يظهر مجددا ويسجل هدف ثالث الهلال، وهدف عاشر ليوسف العربي في دوري زين السعودي للمحترفين. هدف ثالث للهلال، فرحة هلالية منظمة هناك في مدرجات الدرجة الثانية. ويوب يونغ سو يأتي بالتفاهم، صح في تفاهم، لكن شوفوا تحرك يوسف، تحرك يوسف العربي خلف المدافع أيضا، والكرة على يمين مصطفى ملايكة، والهدف الثالث للهلال. والثقة اللي كان عليها توماس دول مع يوسف العربي بإبقائه في المباراة بالرغم من عدم الرضا اللي كان على الجمهور الهلالي خلال استراحة ما بين الشوطين وخلال أيضا بداية شوط المباراة الثاني. يوسف العربي ينجح في إحراز هدفين يتقدم بهم الهلال على هجر بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد. هذا يوسف مرة أخرى. أحمد الفريدي يحاول يتقدم، الكرة تتخلص تخرج إلى خارج أرض الملعب. سلمان الفرج في التنفيذ للرمية الجانبية، كرة في الخلف إلى ماجد المرشدي.
ماجد كرة عرضية إلى أسامة هوساوي. عادل هرماش. كرة لمحمد الشلهو. أسامة هوساوي لصالح الهلال. سيطرة تامة للهلال على الأحداث في الشوطين الأول والثاني، ينجح بهم في تسجيل أو في يعني قلب الطاولة على لاعبي هجر، بعد تسجيلهم لهدف يسجل هدفين الهلال، والثالث ليوسف العرب. ملعوبة الكرة من عواد العنزي، طويلة في الناحية اليسرى، هجمة لصالح هجر، صافرة وخطأ، ركلة حرة مباشرة، ركلة حرة مباشرة صالح خالد الرجيل. شاهد مبارك الخضري يستعد للنزول إلى أرض الملعب. وأيضا كامل مؤدب. كامل مؤدب، محمد الخميس يخرج إلى خارج أرض الملعب ويدخل مبارك الخضري. وخروج خالد الرجيب ودخول كامل مؤدب. رونالدو باتريسيو يستغني عن قلبي الهجوم وعن قائد الفريق. خالد الرجيب احد لاعبي قلب الهجوم وقائد الفريق، الى خارج ارض الملعب ودخول كامل مؤدب، قبل خروج محمد الخميس صاحب الهدف الوحيد لفريق هجر، ودخول مبارك الخضري، ركلة حرة مباشرة لصالح هجر الآن لاعب واحد من الهلال في حالة الصد البشري. لقت كرة عالية داخل منطقة الزاعة، محاولة تتخلص بالدفاع الهلال وتعود للتسديد، لكن إلى خارج أرض الملعب، سدد من يوسف الموينع إلى خارج أرض الملعب وإلى الى ركلة مرمى. احد لاعبي هجر في ارض الملعب يعاني من اصابة من تسديدة يوسف الماضية. الاسبوع الرابع عشر، هذه عادة لكرة العرب. يا سلام، ثقة، التوجيه، الهدف الثالث. وهنا هنا هنا شوفوا الفرحه، هنا الفرحه من يوب يونغ سو، لكن الذهاب من يوسف العرب لتوماس دول والامتنان اللي كان عليه ايضا يوسف العربي لتوماس دول لانه ما غيره، اصر عليه وسجل يوسف العربي بفعل هدفين. نلعب في الدقيقة 37، هناك لقاء التعاون والاتحاد، تقدم التعاون بهدفين مقابل هدف واحد للاتحاد. الأسبوع القادم أسبوع المنافسة الكبيرة، وأسبوع يعني أسبوع للصدارة، أسبوع لنقاط الصدارة. الشباب يلاقي الهلال يوم الأربعاء في مباراة، يعني إذا ما انتهت هذه المباراة بفوز الهلال سيكون لقاء صاحبي المركزين الأول والثاني، وايضا يوم الاربعاء لقاء الفتح والاتحاد، الفيصلي والرائد والقادسيه والانصار. يوم الخميس سيكون لقاء هجر والتعاون، ولقاء النصر والاهلي هنا في الرياض، ولقاء الاتفاق ونجران. ملعوبه في الامام لصالح الهلال وتعود من دفاع، تعود من دفاع هجر الى خارج الملعب، والركله ركنيه ثانيه للهلال مع تغيير ثاني للهلال. خروج عبد العزيز الدوسري ودخول سالم الدوسري. سالم الدوسري اللاعب الشاب في الهلال اللي اثبت تواجده عندما لعب مع الهلال في لقاء الديربي امام النصر واحرز هدف ثالث كان للهلال، انتهى به الديربي
بثلاثة أهداف للهلال مقابل لا شيء للنصر. كرة ملعوبة من الركنية الهلالية الثانية في اللقاء. أحمد الفريدي يحاول يمر، يحاول يلعب الكرة باتجاه المرمى مباشرة، مصطفى ملايكة يلتقط هذه الكرة. يوسف العربي الآن يصبح 10 أهداف، يشارك ناصر الشمراني في وصافة الهدافين في الدوري زين السعودي المحترفين. كرة تتخلص من سلمان الفرج إلى خارج أرض الملعب إلى رمية جانبية. الهلال من الأسبوع العاشر وهو في المركز الثاني في دوري زين السعودي المحترفين، ولكن هنا مع بداية مع نهاية الأسبوع الرابع عشر وبداية الأسبوع الخامس عشر هو في الصدارة. كرة ملعوبة يهاجر والكرة إلى خارج أرض الملعب. سنة جديدة قادمة ستكون يوم غد مطلع عام 2012. الهلال في الدقيقة الأربعين يتقدم على هجر بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد لهجر، والهلال بهذه النتيجة يتصدر دوري زين السعودي للمحترفين بعد الأسبوع الرابع عشر، ويبدأ عامه الجديد وهو في الصدارة وهو بطل هذا الدوري في عامين متتاليين. 32 نقطة، وهذا الانتصار يصبح 35 نقطة، ويلتقي بصاحب المركز الثاني الهلال يوم الأربعاء القادم. المنافسة مستمرة، الدوري قوي، الفرق كبيرة، والإثارة على أشدها تماما في دوري زين السعودي المحترفين. كرة لصالح هاجر، ملعوبة الكرة في الناحية اليسرى، تعود كرة خلفية من حازم جودت ومن ثم إلى حارس المرمى مصطفى ملايكة اللي يعني أدى دور كبير في المباراة اليوم. فدائية، التميز، اليقظة، بالرغم من إصابته في الكرة المشتركة بينه وبين يو بيونغ سو. كرة تصل لسلمان الفرج، عادل هرماش إلى ماجد المرشدي. ماجد اللاعب اللي دائما عندما يتواجد بجانب أسامة هوساوي تكون هناك الثقة في الدفاع الهلالي، خاصة في مركز قلبي الدفاع. لاعب صلب مميز ماجد المرشدي، أفضل لاعب في بطولة الخليج اللي أقيمت في عمان، ولاعب ميزاته وحسناته كثيرة مع الفريق الهلالي، حماسي جدا، متابع. كرة نتابعها الآن، عادل هرماش، كرة تصطدم بمبارك الخضري وتخرج الى خارج ارض الملعب الى رميه جانبيه لصالح الهلال. نفذ الرميه الجانبيه، كره من سلمان الفرج ملعوبه في الناحيه اليمنى الى يو بيونغ يو. سلمان يحاول التقدم، كانت كره الفريدي ايضا في وجود صافره وخطا ركله حره مباشره لصالح هاجر. كرة تتنفذ من عبد الله بوهميل ومن محمد عبد الله، كرة تتخلص تصل على الدائرة تماما، تمريرة من أحمد الفريدي في الأمام، كرة تتخلص من حسين الشويش. أمامية الكرة في العمق ناحية كامل المؤذن، لكن كرة تتخلص تعود لصالح الهلال. نلعب الكرة من أحمد الفريدي إلى محمد الشلهوب، الشلهوب كرة إلى يو بيونغ سو، يو بيونغ سو بيحاول تمريرها إلى أحمد الفريدي، أحمد يحاول المرور بحركتين كذا، الكرة تتخلص، كرة مقطوعة الآن تصل مرة أخرى، محاولة في الناحية اليسرى وتمرير الكرة صالح هاجر، تصل في الأمام ناحية مبارك الخضري، تتخلص وتصل أمامية أيضا، محاولة الكرة مرتدة هلال. يوسف العربي، يوسف العربي صاحب هدفين في المباراة وصاحب رد قوي على كل من انتقده. كرة ملعوبة أمامية، يوسف يحاول بالتسديد، ولكن كرة من أحمد، كرة من أحمد الفريدي في الناحية اليسرى، خلص أيضا من حيدر العامر وتخرج إلى خارج أرض الملعب. حكم اللقاء يشير إلى خروجها، الحكم المساعد الثاني يشير إلى خروج الكرة من أحمد الفريدي، وبالتالي إلى ركلة مرمى لصالح هاجر. يوسف العربي، مقطوع الكرة لصالح هاجر،
ملعوبة التمريرة عرضية، استلام من مبارك الخضري، تعود لمبارك، مبارك يحاول في وجود صافرة وخطأ، خطأ على سلمان الفرج وركلة حرة مباشرة لصالح حجن. نلعب في الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي من زمن شوط المباراة الثاني، الهلال يتقدم بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد لهجر. كرة من حازم جودة تفت باتجاه منتصف منطقة الجزاء، الكرة تتخلص وتعود الناحية اليسرى، مرتدة الهجمة لصالح الهلال، الشلهوب والفريدي يتقدم، ملعوب الكرة للفريدي بالفعل، الفريدي يبحث هناك يحاول التمرير، الفريدي ما يزال يحتفظ بالكرة مع ثلاثة مدافعين، يخلص الكرة أخيرا، يخلص الكرة أخيرا مدافع هجرة، لكنها خرجت إلى خارج أرض الملعب إلى رمية جانبية. وقت بدل ضائع من زمن شوط المباراة الثاني، خمس دقائق، إصابة حارس المرمى مصطفى ملايكة، عدد من الأحداث اللي حصلت خلال شوط المباراة الثاني، التغييرات، كرة إلى أسامة هوساوي يتقدم في اللقطة لصالح الهلال، ملعوبة أمامية أيضا، كرة إلى يو بيونغ سو، حاول الكوري في اللقطة من الناحية اليمنى المحترف في صفوف فريق نادي الهلال، كرة تعاد خلفية أيضا، محاولة في التقدم، تمريرة سالم الدوسري إلى يوسف العربي، يستلم الكرة لكنها بتطول عليه وتخرج إلى خارج أرض الملعب وإلى رمية أو إلى ركلة مرمى لصالح حجر. إذن الهلال في صدارة دوري زين السعودي المحترفين ب 35 نقطة، يليه الشباب ب 34 نقطة، ثم النادي الأهلي ب 33 نقطة، ثم الاتفاق ب 31 نقطة، ثم الاتحاد ب 21 نقطة، في انتظار انتهاء لقائه أمام التعاون. كرة في الناحية اليمنى، تقدم للهلال بمحاولة لعب الكرة عرضية من سلطان البيشي، كرة تصطدم تخرج إلى ركنية هلالية، هي الثالثة للهلال في زمن شوط المباراة الثاني. سويد تنفذ الركنية تصل للهلال، عرضية تخلص أيضا من محمد عبد الله، تعود للناحيه اليمنى ماجد المرشدي، يحاول بالتقدم وتصل كره احمد الفريدي، يا الله يا احمد، ويسدد كره بتعدي تتخطى عارضه مرمى فريق نادي هجر وتخرج الى خارج ارض الملعب، لكنه لاعب مهاري، لاعب يمتلك يعني، شوف 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 المراوغه، شوف الخداع، شوف المحاوله اللي كانت، خروج محمد الشلهوب ودخول شافي الدوسري. شافي الدوسري إلى أرض الملعب، خروج محمد الشلهوب، نلعب في الدقيقة الثالثة، في نهاية الدقيقة الثالثة في الوقت بدل الضائع من زمن شوط المباراة الثاني. نتيجة عموما تقدم الهلال بذات أهداف مقابل هدف واحد لهجر. وقت بدل الضائع حدد بخمس دقائق، ملعوبة الرمية الجانبية لصالح حجر، حازم جودة كرته مقطوعة وخطأ لصالح حجر، الانتصار بالنسبة للهلال هو الانتصار الحادي عشر في دوري زين السعودي المحترفين، أكثر من الشباب، أكثر من الأهلي، الأهلي والشباب لكل فريق 10 انتصارات فقط، وبالنسبة لهجر هذا هو اللقاء الرابع عشر له، وهذه هي الخسارة الثامنة له في دوري زين السعودي المحترفين. صافرة وخطأ لصالح الهلال، خطأ ليوسف العربي، إدنالدو باتريسيو لم يستطع إكمال ما بدأه من مفاجأة وهدف في مرمى الهلال، بينما توماس دول نجح بتغييراته في صناعة اللعب أن يحرر يوسف العربي، أن يحرر يو بيونغ سو لتكون الخطورة أكبر.
احمد الفريدي الى يوسف، يوسف يمد الكرة، يو بيونج يو يحاول بالتسديد ولكن الكرة تتخلص من على قوس منطقة الجزاء من دفاع فريق نادي هجر في وجود ساطرة وخطأ ركلة حرة مباشرة. دقيقة أخيرة، دقيقة الخامسة في الوقت بدل الضائع من زمن شوط المباراة الثاني. الهلال متصدرا لأول مرة هذا الموسم دوري زين السعودي للمحترفين، والتقدم للهلال بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد لهجر في الأسبوع الرابع عشر. الهلال يتصدر ب 35 نقطة، إليه الشباب ب 34 نقطة، ثم الأهلي ب 33 نقطة و 31 نقطة للاتفاق في انتظار قمة الأربعاء وديربي الرياض هنا بين الشباب والهلال، اللي سيكون اللقاء بين الشباب والهلال بالفعل في قمة مباريات الأسبوع الخامس عشر، وبعدها أيضا بيوم سيكون هناك لقاء قمة أيضا ولقاء كلاسيكو بين النصر والأهلي على نفس هذا الملعب استاد الأمير فيصل بن فادي عبد العزيز في مدينة الرياض. كرة إلى خارج الملعب مع أيها الأعزاء، يطلق حكم اللقاء السيد شكري الحنفوش صافرته معلن نهاية شوط المباراة الثاني، والمباراة الهلال يفوز على هجر في استاد الأمير فيصل بن فادي عبد العزيز بثلاثة أهداف.